وعن عدة أشهر، وانتقلنا للإدارة المركزية وقابلنا السيد رئيس الجراف في مناسبتين، باش يقول هو تاع الرزاق، يقول الملف كامل في الوزارة، نستناو في الوزارة توافق. به واضح سي مبروك. وبعدين السيد الوزير ان شاء الله يعطينا اكثر توضيحات فيما يخص الاستفسار نتاعك، ونحن باش نحكيو على ديوان الخدمات الجامعيه. لكن نرجع للسيد الوزير، قال انه فما اعوان ما تمتعوش بالزي، فما اعوان فما حقوقهم مازالت معناتها لم تحقق في الاداره المركزيه. وسي عبد الرزاق قال انه تحب تجاوب انت سي عبد الرزاق؟ نجاوب على النقطه هذه تاع الزي، خاطر المؤسسه كل عام تقتني ازياء الشغل. بون بالنسبه للسنتين الفارطتين وقع تاخير صحيح، لكن مش معناها ما احناش باش نشريو الزي، وديجا المرشي معمول وديجا قاعدين توا نتسلموا الازياء نتاع الشغل نتاع السنتين الفارطتين. السيد قال احنا عاملين نقول لك علاش كيما احنا تو في شركه النقل والسواق اسمه يلزمنا نعديو اي حاجه تتعمل تكون بطرق قانونيه ولا معقول. يلزم كوميسيون دو مارشي تعمل المارشي يتعدى على لجنه الصفقات هكا ولا في صفاقس الشركه الجهه والنقل قعدت عام كامل تخدم، هذا بعد 2011 عام كامل تخدم ما غير مجلس اداره ما غير لجنه الصفقات. علاش؟ على خاطر اعضاء مجلس اداره الكلهم اعضاء في المجلس الجهوي المنحل، دونك كي تحل المجلس الجهوي انا ما عادش نجمع مجلس اداره، دونك بطبيعته ما عادش نجمع لجنة الصفقات. دونك هيك علاش وخرنا سنة فقتنا الملابس نتاع الشغل، لكن السنة شرينا وديجا المرشي تعمل ما عندوش برشا وتو ياخذوا ازياء الشغل نتاعهم. بالنسبة للترقيات، موضوع الترقيات في الشركة معناها مفروض وما عندناش حتى مشكل، عندنا بعض حالات واللي وعندنا معهم ليتيج، الليتيج هذاك تعداوا للمحاكم، الناس مشات شكات للمحكمة، تو المحاكم تحكم واللي باش يحكم بها. السيد الوزير قاعدين نتبعوا باش نشوفوا الملف، عديناه للسيد الوزير والوزير على البال. السيد الوزير قبل ما نرجع سامحني نرجع لحكاية التوقيت والتلامذة اللي جبدوا الموضوع توا في الفيتير اللي قبله. أو معناها بالزر أنا خذيت يوم أمس، حبيت نقول كون احنا في الشركه عندنا مادام عندنا نقص في الحافلات في الوقت الحاضر، واولينا اهميه قصوى للنقل نتاع الطلبه والنقل نتاع التلامذه. والدليل عندي انا هنا مثلا يوم امس الخطوط المبرمجه على خط 24 اللي هو للطلبه وعلى خط 25 اللي هو للطلبه ما فما حتى سيرفيس منك، هذا نتاع امس الجورني تاع امس هو راهو لازمهم يخدموا ساعات كلهم. واحنا خلينا جهدنا الكل، خلينا اللي هو بيون معناها بالتذكره، وخلينا اللي هو عنده فونكسيون ليبرال، والموظف الكل على خاطره ديما اهون بالنسبه للطالب وللتلميذ. واضح. دونك هذا يوم امس، بالمناسبه نهار امس ما منكنا حتى سيرفيس على الفنتكاتر وعلى الفنتشاك اللي هما للتلميذ. استنى فهم. احنا مجهودنا مصبوب ثم. زيد على ذلك عملنا احداثات السنه، عملنا 7 خطوط دائريه مدرسيه. شنو معناها خطوط دائريه مدرسيه؟ معناها الخطوط هذه ما تدخلش للاكتظاظ نتاع البلاد في اوقات الذروه، ما نحطوهاش توصل لباب الجبلي وما نحطوهاش توصل لباب القصبه. في الثنيه عملنا خط دائري في سيدي منصور، في سقيط الدائر، في تنيور، وفي القائد محمد، وفي جرمده، وفي المطار، وفي المنجستي. الحافلات هذه مش تعمل حافله كامله على ذمه الليسي، كل ساعة تبدا موجودة قدام الليسي، تهز تلامذة وترجع تلامذة. دونك هذايا باش نتفاداو الاكتظاظ الموجود في وسط البلاد، وباش الكيران ما تدخلش وما يقعش في التأخير. دونك بالنسبة للتلامذة والطلبة مجهودنا الكل، مادام عندنا نقص في الحافلات ونستعرفوا، مجهودنا الكل مصبوب للتلامذة والطلب. ودير الطفلة وقت اللي جات تكلمت قالت كل ربع ساعة موجود. تو نكملوا نحكيو على التنسيق سي عبد الرزاق، لكن للامانه على خاطر كان الميساج موجه لسي عبد الكريم، الحقوق نتاع العملاء معناتها العملاء اللي موجودين في كل الشركات الجهويه. ظروف العمل للعاملين في النقل صعيبه. واحنا اذا النقل في تونس يخدم كله برا وبحرا وجوا، اش معناتها هذايا؟ معناتها انه ثم الناس اللي يخدموا مضحين
وزاد كذلك احنا المطالب نتاعهم جزء كبير منها استجبنا له. لانه كل الاضرابات اللي برمي جات في النقل ما تمتش، لانه احنا بالتفاوض نلقاو حلول. والتفاوض جاي لواش؟ احنا باش كي تكون ثم مطالب مشروعه ومعقوله للعمال نتاعنا الموظفين الاطارات نستجيبوا لها بدون تردد. وساعات حتى ما غير ما يطلبونا في مطالب حاجه يستحقوها نوفروها لهم، هذاك واجبنا. فاحنا ما دام النقل قاعد يخدم هذاك دليل اللي احنا قاعدين نحسنوا تدريجيا في اوضاع العاملين في النقل، زيادة على التضحيات نتاعهم. الحاجه الثانيه هو انه معناتها انا بالنسبه لي في وزاره النقل اعطيت قرار واضح، كل انسان مظلوم نرفع عليه المظلمه، كل انسان يستحق ترقيه، يستحق تسميه، يستحق حق من الحقوق نعطيه له ما غير مساومه. واضح. ففي شركه النقل نتاع الحافلات ولا في السكك الحديديه ولا في الميناء والا في التاكسي واللواج والنقل الريفي ولا في اي ما كل مجالات النقل، اللي عنده مظلمه اللي عنده حق احنا واجبنا باش نرفع عليه شيء. رفعنا برشا مظالم، رقينا برشا ناس ان شاء الله تحل، سمينا برشا ناس، انتدبنا برشا ناس، استجبنا لبرشا مطالب. هذاك علاش النقل مستمر، وهذاك علاش بدينا نحسنوا في خدمات النقل، وهذاك علاش بدينا تو نلقاو وقت باش في شركات النقل ولينا نحكيو على برامج اصلاح كما برنامج شركه الاصلاح، وبدينا نحكيو على مخطط مديري للنقل في الجهه ومخطط مديري للنقل وطنيا باش نشوفوا النقل في تونس 20 و30 و40 سنه كيفاش يكون. واضح سيد الوزير. سمح لي، اما بالمناسبه زاد نحب نقول حاجه زاد للواقع، انا زرت الورشات خاطر شركات النقل هي بالاساس الورشات وين نصلحوا الحافلات وين نتبات الحافلات وين كذا، فظروف العاملين في الورشات ما زالت عموما صعيبه. انا جايين سيدي سيد حسنا فيها البعض ولكن انا بصفه عامه مازلت مانيش راضي، لانه اذا ننجحوا في الورشات نوفروا العوان الكافيين، الاطارات الكافيين، المديرين يكونوا قراب من العوائل نتاعها، نوفروا قطاع الغيار، نوفروا النظافه، نوفروا الصحه، نوفروا الصيانه، تولي اولا الحافلات نتاعنا ما نخليوهاش حتى تعمل بان باش تدخل، ديما ثم صيانه باش ما تعملش بان، باش ما تعملش بان، واذا عملت بان باش تدخل على نهار ما تقعدش جمعه، واذا دخلت جمعه ما تضربش ثلاثه شهور. أكيد. احنا عندنا حافلات راهو قعدوا سنوات في المستودعات لين خرجوا قطاع. هذا دليل اللي احنا عندنا مشكل في الورشات. ثم ورشات بدات تتحسن ومستوى الحافلات اللي قاعده تدور في الخارج ومستوى الحافلات اللي قاعده واقفه تحسن المردود نتاعنا في الورشات نتاعنا بصفه عامه، ولكن رغم ذلك احنا مازلنا ماناش راضيين ومازلنا باش نعتنيو بالفنيين نتاعنا والاطارات نتاعنا في الورشات وفي غير الورشات. وفي نفس الوقت زاد كيف كيف الانتدابات نتاعنا، الانتدابات نتاعنا قبل الثوره كانت فيها برشا عشوائيه وبرشا طرق ماهيش شرعيه، النتيجه نتاعها شركاتنا مش كلها الرجل المناسب في المكان المناسب والمراه المناسبه في المكان المناسب. فاحنا تو قاعدين ننظموا في صفوفنا بطريقه اللي نحطوا الكفاءات في مكانها، ننتدبوا الناس اللي حشنا بهم، نكونوا باش المردود نتاع الشركات يكون ارفع واحسن ان شاء الله. معنا مكالمه هاتفيه مع سي رضا دربال مدير بديوان الخدمات الجامعيه الجنوب بصفاقس. اهلا وسهلا بك سي رضا وعذرا على الانتظار. مرحبا بك، مساء النور. مساء النور، تحيه ليك وتحيه لضيوفك الكرام على قناه القلم. اهلا وسهلا بك سيدة. سيدة اليوم حابين نحكي معك فيما يخص التنسيق مع الشركه الجهويه للنقل ومع وزاره النقل كوزاره تعليم عالي او كديوان ديوان الخدمات فيما يخص يعني الاعلان بانشاء مبيتات جديده او بعث الطلبه من كليات الى مبيتات باش تسهلوا انتم على ارواحكم على الطلبه نتاعكم التنقل وباش كيف كيف يكون شركه النقل تكون اسهل لها. هل هناك تنسيق قبل بدايه السنه الدراسيه والجامعيه ام لا؟ شكرا. بالطبيعه هذه ما نشكوش فيه، التنسيق موجود مع شركه جهه النقل والحقيقه معها تعاون كبير برشا منذ سنوات طويله. سبقتينا الحقيقه اللي تو نتفرج على البرنامج على البلاتو يظهر انه احنا حتى التعليم العالي ما سامحوني حتى الزملاء في الجامعه زدنا صعبنا شويه المهمة على الشركة الجهوية النقل بالظروف اللي تعيشها هي توليكا. احنا الاشكالية انه الخارطة الجامعية في صفاقس توسعت في الثلاث سنوات هذه، ولات عندنا مؤسسات جامعية في سيدي المنصور. السنة ضافت ثلاثة مؤسسات جامعية في القطب التكنولوجي بالأنس.
زاد صعب شوية المهمة على أساس أن وزارة إشراف وزارة التعليم العالي كانت منذ قبل الثورة بطبيعة في العهد السابق رفضوا حتى باش يقع بناء مبيتات جامعية في القطب التكنولوجي. القطب التكنولوجي بالأنصار كان فيه تقريبا في حدود 5000 ولا 6000 طالب، ما عندناش حتى مبيت غاديتا، ما عندناش خيار ثاني أنه أن نحولوا الطلبة متاعنا هذو ما باش يسكنوا في مبيتات جامعية بعيدة حتى 10 كيلومتر على القطب التكنولوجي. هذا خلى يمكن المهمة نتاع الشركة الجهوية وخيان في الشركة الجهوية اللي الحقيقة نقول انه راهم معهم تعاون كبير برشا وتفهم كبير برشا للوضعية، لكن الله غالب ساعات فما حاجات تخلي تجاوز الامكانيات نتاعنا وتجاوزنا حتى احنا كإدارات على مستوى جهوي في تفاقس كديوان الخدمات الجامعية ولا حتى كجامعة. وانا متأكد حتى زملائنا في الإدارة الجهوية تفاقس حاولنا عقدنا حتى جلسات عمل وعقدوا حتى جلسات مع عمل مع مؤسسات التعليمية للتنسيق العملية نتاع نقل الطلبة بطبيعة هذه في إطار الإمكانيات اللي مسموح بها في إطار الظروف اللي المتغيرات الأخيرة وخاصة في السنتين الأخيرة. سيري ذا ساعات نسمع أنه فما مبيت أو حتى من الشركة الجوية يحدث مبيت أو يتم يعني تغيير مبيت من الحكومي الخاص وتبدأ الشركة ما في علمهاش، معناتها ما تعلمش أو تعلم بعد فوات الأوان، معناتها كيفاش النجم نعمله باش على الأقل تولي الأمور تسهيل عليكم وعلى الشركة، معناتها الحلول؟ والله هو الحقيقة كلامك صحيح إلى حد ما، على خاطر احنا في بعض الأحيان تعرف اللي احنا الطلبة نتاعنا نوصلوا حتى في إعادة التوجيه. احنا مثلا مدينة فاقس مدينة جامعية كبيرة، حسب الإحصائيات المبدئية اللي وقع دراستها على مستوى الإدارة المركزية مش تستقبل حوالي 10,000 طالب جديد في مدينة فاقس. فهو أنا كاشي بعد دورة إعادة التوجيه الجامعي نوصلوا ل 12,500. بطبيعة الحال العدد الإضافي اللي جينا في ظرف وجيز جدا، يعني تعرف في تقريبا في حدود 15 يوم المعطيات اللي عندنا تتغير، فالتغير بتاع المعطيات هذه خلينا احنا كإدارة على مستوى ولاية تفاقس يلزمنا نتأقلم مع المعطيات الجديدة هذه ونقاولوا احنا مضطرين باش طلبا نقلوهم من مبيت لمبيت حتى نوفروا الامكانيه، خاطر انا مش معقول طالب ولا طالبه يقرا في القطب التكنولوجي في الانس تمشي نسكنوا في سيدي منصور. انا مطالب باش الطلبه مثلا اللي متعودين يسكنوا على الخط نتاع طريق تونس يسكنوا غادي، كمطالب اني مثلا طلبه المعهد العالي لدراسه التكنولوجيا اضطرينا باش حولناها لسيدي منصور باش نخليوا الفضاء هذاك اللي كانوا متعودين يسكنوا فيه هما للطلبه نتاع مدينه الانس. على كل يعني ترى فما متغيرات تحدث في اللحظات الاخيره وفي الايام اللي هذا ما يمنعش انه احنا مثلا نسنا صحيح ممكن في وقت متاخر شويه، صحيح انه اعلمنا الشركه الجهويه بوجود الطلبه في الاختصاصات في المبيتات اللي موجوده باش يحاولوا هما يعاونونا في الاطار هذا. شكرا لك سي رضا دربي المدير بالديوان الخدمات الجامعيه الجنوب بصفاقس، كما كنت تسمع سي عبد الرزاق معناتها يعلمكم حتى بعد بالحق في السنوات الفارطه ثم التنسيق. الواحد ما ينكرش فما تنسيق، اما تنسيق بعد معناها مش قبل معناها بعد. نعطيك مثال، السنه قبل بدايه سنه دراسيه بثلاثه ولا اربع ايام علمونا كونه عندنا 6000 طالب تنقلوا من مبيتات متفرقة في مدينة صفاقس باش يقراوا، مش مبيتات، من كليات متفرقة في مدينة صفاقس كانوا كارين لهم محلات في مدينة صفاقس، تنقلوا باش يقراوا في حي الأنس وفي حي الأنس يلزمنا ننقلوهم لطريق المطار وطريق سيدي منصور للمبيتات نتاعهم، وما عندهمش حتى ريفيكتوار يلزمنا حتى فين الصنار نزوم باش يفطروا دونك معناها 6000 طالب لافي نتاع الرونتري احنا ما احناش محضرين روحنا، وزيد على ذلك القله نتاع الاسطول، معناها تلقانا حضرنا ديجا واحد نتاعنا امورنا كل قبل بثلاثه ولا اربع ايام ولا حتى جمعه، كي يجي يقول لي عندي 6000 طالب يعمل لي بيرتيرباسيون كبيره. احنا راهو في كل بدايه عطله صيفيه، معناها احنا نكملوا التلامذه والطلبه يكملوا قرايتهم في جوان 15 جوان تقريبا، من 15 جوان نبداو نخدموا. الكيران تدخل للورشات، المراسلات للمعتمدين باش نحضروا شنو ما عندهم، نبعثوا لهم مراسلات نقول لهم عندكم شي ديكرياسيون جدد تاع ليسيات في المناطق الريفيه، عندكم شي مبيتات مش تحلوهم نبعثوا للونيو نبعثوا للجامعه.
نقولوا لهم اعطيونا شنو اللي عندكم باش نحضروا روحنا في الفتره الصيفيه خاطر لو 15 سبتمبر يجونا نبداو حاضرين. معناتها ضروره التنسيق. التنسيق مالوريزمون التنسيق كيما كان يحكي الاخ التنسيق هما عندهم راهو ظروف مع خاطر كيما قال معناها تكون حاجات فجائيه. اذا كان الكليه حضرت يقول له حول. ما احناش مستعدين باش نقعدوا كارين. حول أكيد. اما ما غير مبيت وما غير الفكره. لازم أصحاب المهن والقطاع كيف يواجهون صعوبات تعدى إلى جانب المواطنين. وبعد نرجع مع سيد الوزير باش نكملوا نحكيوا في القطاع هذا بصفة عامة. برشا تساؤلات جاتنا عبر صفحة الفيسبوك التواصل الاجتماعي. نحب على الأقل جاوبني في فيما تبقى من الوقت في عدة أسئلة. نمشيو للفيتير وبعد نرجعوا. من الإشكاليات البارزة في النقل العمومي في صفاقس نقص العتاد والأسطول والتجهيزات إلى جانب تذمر المهنيين وأصحاب القطاع من التهميش والضغط المسلط عليهم جراء نقصا في الحافلات. كيران ما ثماش فهمشي يخلق ضغط علينا. المواطنين مطيشين في الكيسات بلاد مهمشة. توفير الأسطول والعتاد لنقل أبناء شعبنا في أحسن الظروف ما عندنا حتى مطلب آخر. هذا المطلب الأساسي الأوحد الوحيد. إلى جانب النقص الفادح في الأسطول والتجهيزات في قطاع النقل العمومي بصفاقس يشكو السائقون والمهنيون المباشرون سوء البنية التحتية وضعف الطرقات، كما يعانون العنف المسلط عليهم من قبل المواطنين في صورة تأخير الحافلة أو غيابها. المواطن كيف يطلع في الكار شكون مش يلقى قدامه؟ القابض والسائق اللي هو يمثل المؤسسة مش يجيه الكار مخر. وأنا منيش مش مبرر العنف لأنه هو في نفس الوقت عنده حق انه كيف ما انت يحتاج الكار ما تجيهوش ولا تجيه رتار يحب يوصل للسي نتاعه يحب يمشي للمقر العمل نتاعه. وهذا الكلية معناتها الاسباب الرئيسيه انه عدم توفير العتاد اللازم وقطع غيار مفقوده. انا لو كان ندخل تويكا للبارك نتاع الصيانه وتشوفوا الحافلات اللي هي عندها معناتها مده طويله وماهيش قاعده معناتها تتصلح. نحب نتسائل سؤال بسيط، الان الحكومه هذه مش تعمل على دعم القطاع العمومي الركائز نتاعه الاساسيه اللي هو النقل والتعليم والصحة، خاصة احنا بلاد نقل. هل انا الحكومة هذه مش تعمل على دعمه من ناحية اللوجستية ودعم العتاد ومن الاعوان، ولا مش تحاول توصف في نفس السياسة متاع بن علي اللي هي تهميش؟ حافلات راسية في المستودع لاجل الصيانة العلاجية بالاساس، فهي تعمل اكثر من المطلوب وهذا تسبب في تعطبها وخرابها، وبالتالي يتحمل المواطن هذا النقص. لذا تغيب الصيانة الوقائية التي من شأنها أن تحمي الحافلة من الانهيار. فما الصيانة العلاجية اللي هي الوقت اللي يطرأ عطب على الحافلة، دونك تدخل الحافلة للمستودع بالأعلام اللي عند السائق، فما منظومة كاملة هنيكية متكاملة يقع استدعائها تتعدى للفريق متاع المراقبة يشوف العطب اللي هو أعلن عليه السائق، فمشي عطب آخر فنفس الشيء معناتها باش يبرمجوه الإصلاح ويقع معناتها في الوقت تدخل في المنظومة. ولكن عملية الصيانة الوقائية موجودة توا؟ الصيانة الوقائية احنا تو نقوموا فيها في المرحلة الدورية، والوقائية اللي هي كما معروف من المتعارف بها نقوموا فيها بارسيال مو معناتها في الضغط نتاع كثرة العطاء في الصيانة العلاجية تقلص مش ما طنحيناش كومبليتمون اما تقلص شوية العدد هذاك ولا يكتفي على الفريق الصباحي. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تسعى إلى إعداد ووضع حيز التنفيذ منظومة السلامة المرورية التي تهدف إلى التحكم في حوادث الطرقات. هو مشروع يسمى مشروع المتوسط للسلامة المرورية، إعداد ووضع حيز التنفيذ منظومة السلامة المرورية بالشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس. نعم، ولكن هذا شنو يعني هدف نتاعو المشروع هذا؟ يهدف أساسا هذا المشروع إلى الحد من تقليص عدد الضحايا حوادث الطرقات إلى 50% سنة 2015 وإلى إلى صفر قتيل 2020 إن شاء الله. وعلاش اختاروا يعني سوليتراس انها تكون هي النموذج يعني؟ اختاروا الشركه خاطر هي شركه كبيره حسب الاسطول نتاعها كبير، وبخلاف هي شركه استغلال متنوع حضري استغلال بين المدن وجهوي، انت فما برشا ديليني باش تخدم عليها. مواطنون وسائقون واداريون واصحاب القطاع في النقل العمومي عبر الحافلات بصفاقس يشكون ويتذمرون ويستغيثون وينتظرون تدخلا عاجلا واستعجاليا.
باش نكمل مع سي عبد الرزاق باش نحوصلوا السوري تراس خاطر باش نفسحوا المجال للسيد الوزير باش نكمل نحكيه في متفرقة بسرعة. بالنسبة للسوري تراس احنا معناها كمؤسسة عندنا كل المقومات باش نكونوا مؤسسة ناجحة بالكدا ونكونوا نقدموا خدمات طيبة للمواطنين في صفاقس. تبقى كما قلت لك السيد الوزير وعدنا بالحافلات مش ناخذوا حافلات مستعملة وعندنا حافلات بالنسبة للسنة. ثانيا نطلبوا من الانفيرونمون نتاعنا وين نخدموا احنا نطلبوا التدخل من عند السلطات الجاوية من البلديات اولا باش تعاوننا في حكاية السيركيلاسيون تعطينا ممرات خاصة. ثانيا المخفضات نتاع السرعة هذيك الموجودة عشوائية ساعة واحد العلو نتاعو 30 سنتيمتر قاعد يضر فينا وعندنا تقريبا احصائيات نتاعنا تقول تقريبا كل شهر 10 ولا 15 حافلة يتكسروا لي كارتير نتاعهم وش ينجر عليه دونك معناها ثم زيوت الضياء ثم موتور يتحرق إلى آخره. والحاجة الثالثة هو التنسيق ومزيد تنسيق مع الكليات ومع لونو باش نولي ونجموا نهزوا الطلبة نتاعنا نسهلوا على رواحنا اهنا ونوفروا خدمات جليلة وطيبة للخدمة للمواطنين نتاعنا وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن نتاع المواطنين ونكونوا عند تطلعات بعد ما نكملوا البرامج نتاعنا. قبل ما نتعدى السيد الوزير عندنا مكالمة هاتفية مع سي منظر هدريش سائق حافلة. اهلا وسهلا بك سي منظر. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل سي منظر. شكرا على تعديتنا الكلمة، نستسمح السيد المدير ونقدموا بعد اذنه نتقدموا بالتحيات كامل العائله الموسعه للشركه الجويه نقد الصرف ونرفعوا نداء استغاثه للوزير نأملوا منه تسهيل عمليه تعجيل جذب الحافلات ولو انه الاجابه بتاعه ما كانتش مقنعه شويه. السيد الوزير وسبق انه ذكرنا لك وطلبنا مطلب شعبي ولا مطلب شعبي حالتنا معناها ما تنتظرش اكثر من هكا. بلغ ما سمعنا كونه ثم المزود اللي هو معناه ممكن تعرف الدراع المزود هو الطاقة الانتاج نتاعو فوق الطلبات بغض النظر عن المصرف. ونداء من هالمنبر العزيز الى جميع الاولياء عندهم حقهم كما تدخل في البتيار نداء ليهم باش يوعيوا صغارهم باش ما يحفوش حزنهم. مؤخرا معناها الساق في حال فرحه اربع كيران تهشموا. ويحتمل البوه موجود ويمكن الوليين كذا موجود في الحافل. ودعوه صغيره للسيد الوزير معناها في قطاع المنافسه النزيهه كونوا معناها نحبوا احنا ناملوا باش المنافسه تكون شريفه التاكسي هو تعريفه سعر فردي لهذا ماذا بينا جميع الناس معناها تنضبط نحبوا نعملوا نقل جماعي ولو اني ما تحبش احنا ما نقطعوش ارزاق الناس ثم ضوابط يتمثلوا لها ويكون لطف السلطه المحليه المدخل الطريق المؤدي للمستودع وبكل ودي الى السيد المدير المدخل الرئيسي من الاكس معناها معاقد نقل بري ميناء تجاري ميناء صهيب بحري الوكاله الفنيه نتاع فهمت نتاع السيرفيس يمين فهمت والسيد الوزير السيد الرئيس المدخل الرئيسي نتاع المستودع. شكرا لك واضح سي منظر وصل يعيشك سي منظر. شكرا باش نكملوا مع سي عبد الكريم. برشا تساؤلات وصلتنا حتى على صفحة الفيسبوك منها حتى الهاتف السيد الوزير قال التوا المواطن دخل معنا قال نرفع نداء استغاثة وما عادش معناتها حالتنا تنجم تنتظر أكثر من هكا. هذا فيما يخص الأعوان كيف كيف فما مواطنين يقول لك فما عنف داخل وسائل النقل فما اكتظاظ فما بنية تحتية مشاكل مثلا صفاقس التران راهو قاتل التران بلاصتو مش بلاصتو برشا مواطنين صفاقس يقولوا انه التران مش في بلاصتو راهو فما برشا حوادث تصير معناتها وديما نحكيو في المشكلة هذه برشا مداخلات ماذا بينا نبداو بالوحده بالوحده في انا بعجاله هي كلها مداخلات مهمه القطاع العمومي. احنا شركات النقل نتاعنا شركات عموميه والقطاع العام قاعد يقدم في خدمه للمواطنين. الاشتراك نتاع تلامذه وطلبه هما يدفعوا 10% من القيمه نتاعو 90% تدفعها الدوله. يعني يدفعها الشعب التونسي واحنا هذا مظهر مظاهر الدعم نتاع القطاع العام لخدمات النقل. كي نحسبوا هالدعم هذايا قاعد يزيد. احنا بالنسبه لنا كحكومه معناتها في 2013 عندنا دعم لقطاع النقل ب 330 مليار تقريبا. في ميزانيه 2014 وصلنا 385
مليار يعني زن 55 مليار دعم للنقل المدرسي والجامعي والنقل الداخلي، فثم سياسة متاع دعم. ولكن زد كذلك شركاتنا ما تنجمش تعيش فقط من نقل تلامذة وطلبة ومن دعم الدولة، لأنه عاملين برشا شركات وصلت الوضع أنه لولا دعم الدولة يمكن حتى الموظفين متاعها ما تنجمش تخلصهم. فهذا يقتضي أن نحافظ على الأسطول، يقتضي أن ننوعوا في النشاط زيادة على التلامذة والطلبة، نخدموا مع المؤسسات الاقتصادية، نعملوا رحلات رياضية رحلات سياحية، ننوعوا النشاط باش ندخلوا أكثر فلوس. وزاد كذلك الحافلة متاعنا نحسن استعمالها على مدى الوقت كامل، ما تمشيش ساعات حافلة تخدم في وقت وتبقى في وقت واقفة ومن بعد تتحرك في وقت آخر. فالدعم العمومي موجود بالأساس، احنا النقل متاعنا عمومي، النقل الخاص في الحافلات مازال معناتها قاعد يبذل في مجهود ولكن في العاصمه بالاساس ومازال محدود. حاجه اخرى نحب ناكد عليها بالمناسبه هذه، اللي انه احنا معناتها شركاتنا في النقل الاصل تكون عندنا شركه نقل في كل ولايه. من الستينات اللي كانوا عندنا 12 ولايه لتوا مازال عندنا تقريبا 12 14 شركه اذا نحسبوا النقل تونس اللي فيها اربع ولايات. الأصل أن احنا نتجه باش تولي عندنا شركة في كل ولاية باش نزيد ونقرب الخدمات للمواطن. هذا فيما يخص القطاع العام. فيما يخص المحافظة على الأسطول، أنا كما ندعو ورشاتنا باش تحسن الصيانة والسواق نتاعنا باش يحسنوا كذا، ندعو المواطنين باش يحافظوا على الحافلات والقطارات ووسائل النقل ما يعتديوش عليها، لأنه هذيك خسارة ليهم وخسارة لنا الناس كل، ويخلصوا التذاكر نتاعهم. باهي بالنسبة للقطار باش ندخلوا الفلوس ونزيدوا نجيبوا حافلات ووسائل جديده. بالنسبه للقطار في صفاقس، القطار في صفاقس ناويين شي تبدلوا؟ بالنسبه للقطار في صفاقس احنا بعد المشروع نتاع تباروره باش نوليو ننقلوا عبر القطار المسافرين ونتجنبوا نقل البضائع الفوسفات والفوسفوريات وكل الامور اللي عندها بعد كيميائي وربما تنجم تكون فيها اثار نتاع بيئه وكذا. فبالمشروع هذا باش يولي عندنا ميناء صخيره فوسفات وبترول وكل ما تابعوا يولي مختص في ميناء صخيره. هذا وقتاش ان شاء الله؟ هذا حتى بالطبيعه باش ياخذ وقته من الدراسه، باش ياخذ اما نقولوا في الخمس سنوات القادمه هذوما باش نوصلوا نغيروا الوضع في صفاقس بطريقه اللي يولي القطار يهز كان المسافرين، الفوسفات والامور هذه الكل تمشي للصخيره. تباروره يولي مربوط معناتها الربط مع طريق الشوارع الرئيسيه بالمدينه العربي وبالمدينه، وهذا باش يخلينا نحركوا شويه المحطه نتاع المسافرين باش نضمنوا هالربط هذا عبر الشوارع الرئيسيه. كذلك الميناء باش يولي ينشط اكثر حاويات وما عادش يحتاج باش ينشط فوسفات، وباش يخلي ميناء صفاقس باش يزدهر، لانه هو انتقل من 2006 من 20,000 حاويه الى 66,000 حاويه في 2012 تقريبا ومازال يزيد يتقدم، فعنده مستقبل وهذا باش نشجعوه. نحبوا ننجحوا في صفاقس باش نربطوا بين الميناء والسكه الحديديه والحافله والمترو، وما ننساش زاد كذلك باش نحيي التاكسي واللواج والنقل الريفي أكيد. اللي قاعدين يكملوا في دور الحافله والقطار وقاعدين يوصلوا غدوة في المواطنين. في السياق سيد برشا نقاط غدوه عندنا لقاء مهم وتاريخي، لانه احنا كنا نحكيوا على المترو في صفاقس تو باش نوليو نراو المسار نتاع المسار، ولكن احنا كنا نجم نكتفي بالدراسة اللي عملها مكتب الدراسات والخبراء نتاع الوزارة والشركة. احنا باش نعملوا ملتقى غدوة للإعلام والاستشارة المجتمع المدني والمختصين والخبراء والوزارات المعنية باش تكون موضوع المترو هو شأن الناس الكل ويساهموا فيه الناس الكل. واحنا اخترنا اختيار نتاع المسالك اللي باش يجي عليها المترو والمكونات نتاع المسلك هذا، وان شاء الله غدوه نسمع مقترحات ومرحبا بكل المقترحات باش من بعد نتوكل على الله في الدراسات المعمقه والانجاز. شكرا لك سي عبد الرزاق، ومبروك لصفاقس ولتونس بكلها. شكرا لك سيد الوزير، شكرا لك سي عبد الرزاق مزيو رئيس مدير عام شركه الجهويه النقل بصفاقس. نعتذر لكل المكالمات الهاتفيه اللي جاتنا بكثافه هذه الليله، لكن على غالب ما نجمناش نستوعبك. شفتوا حتى يمكن بعض المواطنين باش يلوموا علينا اللي ممكن مش كل شيء حكينا فيه ما تاخذوناش، لكن مازلنا باش نرجعوا لقطاع النقل، مازلنا باش نرجعوا بعد الندوه اللي باش تصير غدوه على المترو المسالك الخاصه اللي باش تصير في صفاقس، مازلنا باش نحكيو مطولا في القطاع هذا على خاطر قطاع ذو شان كبير. مساج صغير للمواطنين، نوسعوا بالنا مثال ان شاء الله غالبك. شفتوا المشاكل كيف كيف، حتى اعوان شركه النقل يتعاونوا شويه ويتفهموا غضب المواطن، وبشويه بشويه ان شاء الله تصلح البلاد هذه. شكرا لكم على المتابعه، ان شاء الله نتقابلوا الجمعه الجايه في موعد جديد من رجع صدى. دمتم على خير، تصبحون على خير.